ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. في كثير من الأحيان كرة القدم تحتاج إلى ما يسمى بالفلكسبوليتي أو تكتيك أو تكتيك فلكسبوليتي. هذا التكتيك فلكسبوليتي يعني يكون عند الفريق حلول كثيرة على سبيل المثال مهاجمة الفريق المنافس، خصوصا لما تكون الكرة في ساحة الفريق المنافس، ويكون هناك فهم مشترك بين كل اللاعبين، ويكون هناك إشارات ومعلومات يحصل عليها اللاعبين من تحرك لاعب أو لاعبين معينا كإشارة لتنفيذ التكتيك المتفق عليه اللي هو خارج التكتيك العام للفريق. فعلى سبيل المثال الحصر، في كثير من الأحيان تحرك اللاعب 9 أو تحرك اللاعب 10 خارج هذه المنطقة يسحب أحد المدافعين المركزيين لخارج المنطقة، يسموه خطأ دفاعي. وبما أنه أنا ذكرت كثير أنه التكتيك أساساً يبنى على الأخطاء الدفاعية، فأي خطأ دفاعي هذا إشارة إلى الفريق المنافس المهاجم بتنفيذ ما يعرف بالفلكسبوليتي أوف تكتيك. فبدل من أن يستمر اللعب بالمهاجمين المركزيين في عمق الساحة، نسحب أحد المهاجمين المركزيين من عمق الساحة ويدخل أحد لاعبي الوسط أو الأجنحة من عمق الساحة بالكرة. هذا يحدث بين الحين والآخر، يعني مو يصبح تكتيك ثابت. ليش هو مو تكتيك ثابت؟ لأن بالتأكيد الفريق المنافس اليوم 2 و4 و5 و3 يعرفون التمركز الجيد لهم. من المستحيل أن يجيب هذا اللاعب أو يضحي بالمركز ماله بالعمق الدفاعي بالمربع 14 بسبب انسحاب منافسهم اللي يراقبه. يعني أنا مدرب أقول للمدافعين المركزين، إذا المنافس مالك انسحب إلى مناطق ما بيها حسن، اتركه وسلمه للاعب آخر من لاعبي الفريق مالك، وانت احتفظ بالمركز مالك. يعني دائما حركة ذولا المهاجمين بعيد عن هذا اللي نسميه احنا، بعيد عن هذا المربع، هو الحقيقة هو تمويه للفريق المنافس حتى نسحبه بعيد عن مناطق الأصلية. فدائما تشوف عندما يصير بناء، عندما تصير حركة لعب، وعندما يستمر اللعب، وعندما تنتقل الكرة للأمام أو تنقل الكرة للأمام، وهو هذا مبدأ كرة القدم أنه إحنا عندنا حيازة حتى ننقل الكرة للأمام. لاحظ حركة رقم 9 ورقم 5 هو تفريغ منطقة، لاحظ هذه منطقة فرغة تقريبا، هذه بانسحاب رقم 5 وين إلى هذا، حركة غبية من قبل لاعب رقم 5. يعني قد أكون أنا مبالغ في تصويرها بهذا الكليب، لكن بعض المدافعين ينسحبون ويسموه مدافع أعمى، ينسحب من هذه المنطقة ويترك المنطقة فاضية. يعني 9 يصبح فولس، غايته أن ينسحب إلى مناطق تكتيك ضعيفة، يسحب ويا الدفاع المركزي، تستغل من قبل الفريق المنافس وتفتح ثغرة كبيرة في المنتصف لتسجيل الأهداف. هذا يعني نموذج، هذا يعني والحركات نموذج، والحركات اكزامبل يسموها، مثال على كيف يمكن ان التسعة شوف التسعة، التسعة شوف الخمسة وين، شوف الحركة الخمسة مراقبة التسعة، شوف التسعة هنا الخمسة هنا يكون الحركة الخاطئة للمدافع رقم 5 او للمدافع رقم 4 المركزيين بالتمركز في مناطق العمق يسبب خلل كبير في الشكل الدفاعي للفريق المنافس. ولذلك على الفريق المهاجم، خلينا نسميه فريقنا، أن يستغل هاي الحركات الخطر. شوف هذا بين 10 وبين 9 ضاع، لكن الآن شوف حركة 10 و9 هذه مزقت الدفاع المنافس وفتحت ثغرة كبيرة جدا للفريق المهاجم. هاي الثغرة تستغل استغلال كامل في تنفيذ الاختراق من العمق الدفاعي للمنافس. نعيد الحركة ونشوف أنه في كثير من الأحيان نحتاج إلى flexibility بالتكتيك. يعني flexibility هو إجراء آني سريع
مبني على خطأ دفاعي كبير في لحظات سريعة معينة. هاي ما تتخذ وقت طويل، لما التسعة المركزي يأخذ الخمسة المركزي المدافع بعيد عن مناطق الحسم، هذا كله يصير بالوان تاتش، والوان تاتش هو أحسن لعب للاختراق من العمق حينما ينجح الفريق في فتح ثغرة في المربع 14. أنا يعجبني بالفرق هاي اللي تلعب بالآسيوية، يعني يعجبني الفريق الياباني. الفريق الياباني دائما مع كل المدربين أبقى على ما يعرف بالاختراق من العمق الدفاعي بحركة أحد مهاجمي المركزي أو المهاجم المركزي يسمونه ناين فولز خارج منطقة ال 14 أو المربع 14 أو العمق الدفاعي أو قوس الجزاء، من أجل أن يفتح طريق لأحد لاعبي الوسط للاختراق وتنفيذ الهجوم. بالمناسبة هذا لا يأتي اعتبارا، أنا شاهدت المنتخب الياباني يتدرب لمدة 7 أيام، تركيز كان عالي على هذا الموضوع، يعني التكتيك مو على اللوحة ولا على هذا الكليب، التكتيك هذا يجب أن يدرب في الساحة، وأنا شاهدت كيف يدرب هذا الموضوع، يعني كيف يدرب التكتيك المطلوب باللعب، مو كيف يعني تشوفه فقط وإنما تذهب للساحة درب التكتيك. مشكلتنا إحنا ما ندرب الوضعيات التكتيكية اللي نحتاجها باللعب، مثل هاي وضعية تكتيكية، يعني هذا لازم يدرب. أنا شفت يعني شلون يدرب وشلون يعاد تكراره يوم بعد يوم، يكون هناك تركيز على هذه الحالة. فإخوان التكتيك ليس كلام، لا، التكتيك تدريب واتخاذ قرارات. أنا موفق المولى، وهذا برنامجي لتطوير الفكر التدريبي للمدربين العرب، وهو بنفس الوقت ثقافة مضافة لرابطة المدربين المحترفين العرب لكرة القدم. شكرا جزيلا.